السلام عليكم يا سنة أولى. النهاردة بإذن الله يا ولاد بعد ما خلصنا الدروس كلها وعرفناها، فاحنا هنراجع وهنحل التدريبات اللي موجودة في كتاب المدرسة صفحة 137. هي تدريبات عامة وهنراجع على الحاجات اللي احنا خدناها والأساليب اللي احنا خدناها في المنهج. أول حاجة نشاط واحد بيقول لي عبر عن الصورة مستخدما هذا أو هذه أو هؤلاء. طيب ايه هو هذا او هذه او هؤلاء؟ هذا او هذه او هؤلاء دول اسماء الاشارة اللي بنشاور بيها على حد، اللي بنشاور بيها على ايه؟ على حد. خدنا ان هذا بتيجي للمفرد المذكر العاقل او غير العاقل. يعني ايه مفرد؟ يعني حاجة واحدة. ويعني ايه مذكر؟ يعني ولد. زي ما اقول هذا احمد، احمد مفرد ومذكر، تمام؟ فبنحط له اسم الإشارة هذا. هذا أسد، أسد مفرد مذكر، فبنحط له اسم الإشارة إيه؟ هذا، تمام. هذه بتيجي للمفرد المؤنث، يعني البنت الواحدة، البنت الواحدة للعاقل أو غير عاقل. لما أجي أقول قطة، هذه قطة. طب عرفت منين إن قطة مؤنث؟ عشان آخرها تاء مربوطة، وأنا قلت إن أي حاجة آخرها تاء مربوطة بتدل على الكلمة دي كلمة مؤنثة، تمام يا ولاد؟ تمام. قلت ان هذه برضو بتيجي للجمع الغير عاقل، زي ما اقول قطط، ايه هذه قطط. هؤلاء بتيجي للجمع ايه؟ العاقل. يلا نحل. اول حاجة بيت او منزل، بيت او منزل. هي نحدد الاول مفرد ولا جمع؟ لا مفرد، بيت واحد. طيب مذكر ولا مؤنث؟ بيت، تاء مفتوحة، مش اخرها تاء مربوطه، يبقى ايه؟ مذكر. يبقى هنقول ايه؟ هذا بيت. كره، تعالوا نكتب كلمه كره كده، كره اخرها تاء مربوطه، كره اخرها تاء ايه؟ مربوطه، تمام يا ولاد. كره اخرها تاء مربوطه تبقى ايه؟ هي مؤنثه، تاخد ايه؟ هذه كره. قلم مذكر، هي قلم واحد، يبقى هذا قلم. طيب ده كام واحد؟ دول ثلاثة. طيب دول شكلهم ايه؟ لابسين بالطو وسماعة، يبقى دكتور طبيب. تعالوا نعد طبيب وطبيب وطبيب، يبقى اكتر من اتنين، يبقوا جمع، وجمع طبيب اطباء، جمع طبيب اطباء، تمام يا ولاد. طيب الاطباء دول بيفكروا ولا ما بيفكروش؟ عندهم عقل ولا ما عندهمش عقل؟ عندهم عقل. يبقى هناخد لها اسم الاشاره ايه؟ نشاور عليهم بايه؟ بهؤلاء، هؤلاء اطباء. بنت او تلميذه، بنت او تلميذه، بنت تلميذه دي مؤنث. طيب دي بنت واحده بس اللي في الصوره، تبقى ايه اسم الاشاره؟ هذه. اولاد او تلاميذ دول جمع عشان هم اكتر من اتنين، وعاقل عشان هم بيفكروا، يبقى ياخدوا اسم الاشارة هؤلاء، تمام. بعد كده بيقول لي حول المذكر الى مؤنث والمؤنث الى مذكر. يعني الكلمة المذكرة اللي هنلاقيها بتدل ان ده ولد هنخليها مؤنث، نخليها بتدل على ان هي تكون بنت، والبنت لو لقينا كلمة مؤنثة بتدل على ان هي بنت نخليها مذكرة تدل ان هي ولد. طيب هعملها ازاي؟ هحط تاء مربوطة. لو الكلمة ما فيهاش تاء مربوطة هحط لها تاء مربوطة عشان تبقى مؤنث. طب لو هي فيها تاء مربوطة هشيل التاء المربوطة عشان تبقى ايه؟ مذكر. طفل، طفل مذكر ولا مؤنث؟ لا مذكر. طب عايزين نخليها مؤنث هنزود لها تاء مربوطة تبقى ايه؟ تبقى طفلة، تمام. صغيرة، صغيرة هي دي مؤنثة عشان اخرها تاء مربوطة، عايزين نخليها مذكرة تبقى ايه؟ صغير. كبير دي مذكر عايزين نخليها مؤنث هتبقى ايه؟ كبيرة. طبيب، طبيبة عايزين نخلي دي مؤنث عشان اخرها تاء مربوطة، عايزين نخليها مذكرة تبقى ايه؟ طبيب.
تمام يا ولاد. بعد كده بيقول لي اختر أداة الاستفهام المناسبة، يعني هنبص على أداة الاستفهام الايه اللي بتناسب ونختارها أداة الاستفهام الصح. طب يعني ايه استفهام؟ استفهام يا ولاد فاكرين أدوات الاستفهام؟ استفهام يعني استفسار، يعني بسأل سؤال عشان استفهم بيه، يعني استفسر بيه، انا مش عارف الإجابة فبسأل السؤال عشان اعرف ايه الإجابة عشان انا مش عارفها. طيب بنحط اي، بنسأل كده اي حاجة؟ لا، بيبقى في ادوات بنسأل بيها عن الحاجة اللي احنا عايزين نسألها. ايه هم ادوات الاستفهام؟ الاستفهام ممن، هل، اين. تاني، ممن، هل، اين. قلت ان ما بسأل بيها عن حاجة غير عاقل، ما بسأل بيها عن حاجة غير عاقل، من بسأل بيها عن حاجة عاقل، اين بسأل بيها عن مكان، هل. لإما الإجابة بتاعت السؤال بتاعي، لإما هتبقى الإجابة بتاعته هتبقى بإما بنعم أو لي. أول حاجة ما، هل، أين. الولد يأكل طعامه، رد علي قال لي نعم. أول ما نلاقي نعم أو لا يبقى سأل سؤال بإيه؟ بهل. يبقى هل الولد يأكل طعامه؟ رد قال لي إيه؟ نعم. من، هل، أين. يلعب الطفل في الحديقة، في الحديقة دي ايه؟ مكان. يبقى اول ما نلاقي مكان بنسأل بيه عن ايه؟ بسأل بيه بايه؟ بأين. اين يلعب الطفل؟ رد قال لي في الحديقة. من، هل، اين. يذاكر دروسه، رد قال لي احمد يذاكر دروسه. احمد ده ايه؟ عاقل، وانا بسأل على عاقل بكلمة ايه؟ من. من يذاكر دروسه؟ أحمد يذاكر دروسه. ما، هل، أين. هذا اللون، هذا اللون أصفر، رد علي قال لي هذا اللون أصفر. بسأل عن لون أصفر، لون ده لون حاجة غير عاقل، بسأل عن غير العاقل بكلمة إيه؟ ما. ما هذا اللون؟ هذا اللون أصفر. تمام يا ولاد؟ تمام. بعد كده الصفحة التانية بيقول لي عبر عن الصور التالية مع إضافة ياء الملكية، يعني الصورة هنحط لها ياء ملكية. تمام. ايه هي الياء الملكية يا ولاد؟ افتكر كده ان الياء الملكية هي بتفيد امتلاك الشيء، يعني حاجة بتاعتي بقول ان هي بتاعتي، زي مثلا فصل، ده ايه؟ ده فصلي. مدرسة، دي مدرستي. فالياء اللي في الاخر دي بتبقى اسمها ياء الملكية. ده اب عايزين نحط له ياء ملكية، يبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ابي. طيب لعبة، هي لعبة اخرها تاء مربوطة. قلت لما نيجي نحط الياء الملكية لو لقينا الكلمة اخرها تاء مربوطة هنفتح التاء المربوطة ونخليها تاء مفتوحة ونزود لها ايه؟ الياء، يبقى لعبتي. كتاب، هي عايزه اقول ان الكتاب ده بتاعي، هقول ايه؟ كتابي. قلم، هنقول ايه؟ قلمي. تمام. تمام. بعد كده بيقول لي استخرج المد واذكر نوعه والحرف الممدود. اول كلمه حصان، حصان، حصان. طبعا انا قلت المدود انواع، مد بالالف، مد بالياء، مد ايه؟ بالواو. المد بالالف بيحب الحرف اللي قدامه يبقى عليه فتحه، المد بالواو بيحب الحرف اللي قدامه يبقى عليه ضمه، المد بالياء بيحب الحرف اللي قدامه تحتيه كسره، والمد ضعيف بيجي لوحده، لا اما في نص الكلمه لا اما في اخر الكلمه، لا بيجي عليه، بيجي لوحده، لا بيجي عليه فتحه ولا ضمه ولا كسره ولا سكون، بيجي ملهوش عليه اي تشكيل خالص يا ولاد. والحرف اللي قبليه بيسمى الحرف الايه؟ الممدود. حصان، المد بايه؟ هنا المد بايه؟ المد الف، مد بالالف، والممدود ه حرف الصاد. امي، 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 ه مد بالايه؟ مد بالياء، وحرف الممدود الميم. كتكوت، كتكوت، مد بالايه؟ مد بالواو،
الحرف الممدود الكاف. كتاب، كتاب، كتاب مد بالألف، الحرف الممدود التاء. حقيبة، حقيبة، حقيبة مد بالياء والحرف الممدود القاف. القاف. عصفور، عصفور مد بالواو الحرف الممدود الفاء. بعد كده بيقول لي هنشوف الكلمة وجمعها. طفل، جمعها ايه؟ طفيل ولا طفول ولا اطفال؟ لا، جمع طفل يا ولاد، جمع طفل اطفال. قطة، جمع قطوط ولا قطط ولا اقطاط؟ لا، قطط. وردة، جمعها ورد ولا اوراد ولا وراد؟ لا، جمع ورد، وردة، ورد. كتاب، كتابات ولا كتب ولا كتب؟ لا، جمع كتاب كتب. تمام يا ولاد، نحفظ الجمع، نحفظ المفرد بالجمع. حلو الصفحتين دول وبعتهولي على الخاص، ده الهوم ورك بتاعكم. وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.